طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. إنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءة وعندكم انسانية نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية، وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم، أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول مطالبة إيران للحكومة في العراق بدفع تعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. أبرز من طالب من الشخصيات الإيرانية بهذه التعويضات كان النائب عن التيار الإصلاحي الإيراني، وهو محمود صادقي، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أي البرلمان. يوم الخميس طالب الحكومة في العراق بدفع نحو 1100 مليار دولار كتعويضات وخسائر حرب عن حرب نظام صدام حسين. كذلك النائبة نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار طالبت بدفع تعويضات للأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين لمدة 8 سنوات ابتداء من 1980 ولغاية 1988. طبعا هي مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة وهي معصومة ابتكار، طالبت الحكومة بدفع هذه التعويضات، زعمت بأن الحرب تسببت بأضرار بيئية في ثمانينات القرن الماضي واستمرت 8 سنوات، ملمحة إلى أن حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي سبق وإن طالبت الحكومة في العراق بدفع هذه التعويضات. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين، لماذا الآن تعود إيران لمطالبتها تعويضات؟ طبعا هذا الأمر ليس بالجديد، يعني بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وغزوه في عام 2003 سمعنا كثيرا من الأطراف الإيرانية وأطراف سياسية جاءت من إيران وتولت السلطة في العراق طالبت بدفع تعويضات إلى إيران عن خسائر الحرب، كما أسموها في ذلك الوقت بأن العراق هو المعتدي على إيران وأنه يجب على العراق أن يدفع تعويضات إلى ما أسموه في ذلك الوقت تعويضات خسائر أو تعويضات حرب ضد لإيران بسبب تسبب في ذلك الوقت النظام العراقي كما قالوا ببدء الحرب ضد إيران. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، إيران طالب التعويضات. نعم. إيش وإحنا المعتدين عليهم لو هم اللي اعتدوا علينا؟ إحنا نطالب من عندهم التعويضات على مود ما تدمر الشعب العراقي والطيارات العراقية اللي أودعناها يم العدو ما خلناها عدوم. ليه طياراتنا وين؟ هذا دمار العراق وين؟ هم إحنا نطالب بهم التعويضات، لازم هم يعاونون العراقيين. احنا مو يشوفون هاي العصابات وهاي الاحزاب تابعين لهم ويطالبون والله التعويضات، هاي ما يجي لهم هذا الحكي.
احنا هسه نطالب التعويضات الشهداء اللي راحت، دماء الشهداء العراقيين اللي راحت وين؟ هل راحت؟ احنا نطالب التعويضات، مو هم يطالبون التعويضات، وطياراتنا هاي وين راحت؟ احنا نطالب بها. هم هسه مطلوبين من الشعب العراقي، دمار الشعب العراقي كله من ورا ايران. نعم. ابو احمد واني اناشد شعبنا بالجنوب، نعم. نعم. تفضل. انا اطالب شعبنا بالجنوب والفرات الاوسط ان يستمرون بالمظاهرات واعتصامات مفتوحه، وناشد كل الشعب العراقي لانه دمار العراق وسبب دمار الشعب العراقي كله من ايران. واحنا نطالب بحكومه انقاذ وطني وارجاع الجيش النظام السابق بقياداته من ضباطه الى مراتب. يعني احنا راح العراق انتهى بهاي العصابات والاعداء. نعم. زين ابو احمد، برايك ليش ايران هسه عادت وتدور تعويضات؟ ظهر الجماعه يعني مثل ما يقولون اهلنا بالعراق طقهم الافلاس ويدورون ملفات قديمه بسبب العقوبات الامريكيه الاخيره على ايران. هم هسه ايران حاليا هسه عليهم، هم عليهم حصار، عليهم حصار من خلال امريكا. يعني هي هسه خلص خلصنا نفسها هسه من امريكا اللي هبطوا الدولار مالتهم والعمله اللي دمرت الامه العربيه بالكامل، وتمد بالحوثيين وتمد بهاي العصابات الميليشيات وحزب الله. هو هسه العلم الاقتصادي بسبب تدخلاتهم بالامه العربيه كلها. وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ابو احمد من الرمادي. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أما سيدي بالنسبة والله شيء مضحك، شيء مضحك جدا. يعني تعويضات إن شاء الله منين؟ هو من اللي كان يحتل أرض الفو واعتدى على أراضينا وأوطاننا؟ إحنا ما نسناش أولا، لكن إحنا بنحترم الشعب الإيراني، عارفين إن نظامهم مجرم متعاون مع الأمريكان المجرمين لتدمير المنطقة. من اللي اعتدى على الفو واعتدى على جيش العراق البطل؟ ليش العزة والطرف مين؟ مش هم اللي اعتدوا عليه؟ مش هم اللي احتلوا اراضينا؟ هننسوا احنا ام المعارك والفاو وغيره وغيره؟ ما نسناش اولا لسه، لكن احنا ما عندناش عنصريه، احنا ضد الظلم فقط. طيب سيدي اتفضل، التعويضات منين؟ التعويضات منين؟ قتلوا ملايين في الوطن العربي، زرعوا، قتلوا الشعب السوري، قتلوا الشعب العراقي، قتلوا الشعب المصري، قتلوا الشعب اليمني، زرعوا الفتنه في اوطاننا، نهبوا ثرواتنا، اتعاونوا مع الصهاينه يا راجل ضد من يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. قتلوا المسيحيين، قتلوا كل البشر، وبيطالبوا بتعويضات؟ ده انتوا النهارده يا مجرمين اللي المفروض تتحاكموا وتتحاكموا لو فيها عدل دولي، لو فيه انسانيه عند منظمات حقوق الانسان ومحكمه الجنايات والأنظمة. ولاد الحرام، ولاد الحرام اللي ما عندهمش دين ولا مبدأ ولا أصل، لو فيه عدل تتحاكموا وتنسألوا عن الجرائم وعن الفساد وعن تأجيج المذاهب وعن قتل الأبرياء في العالم كله. أنتوا المسؤولين عنه، النظام الإيراني المجرم. نعم. انقطع اتصال مع مصطفى، أشكرك. مصطفى الغريري من بغداد، تفضل الغريري. جزاك فضلك السلام. السلام عليكم. حياك الله، يا أهلا بك استاذ عمر. الحقيقة يعني احنا نتعامل ويا عدو شرس وعدو حاقد وعدو خبيث. يعني لو نرجع بالاحداث شوية للذاكرة الى الثمانينات، نجد انه هذا النظام او ما يسمى بالثورة الاسلامية، الثورة اللا اسلامية في ايران، هم من بدأوا عدوانهم على العراق. يعني بعد مجيء المقبور الخميني ارسل فلولة الى العراق من حزب الدعوة وقاموا بالتفجيرات في بغداد. وحتى يعني احنا مو دفاعنا عن صدام حسين، بس لما ارسل صدام حسين رساله تهنئه لهم، رد برساله جوابيه يقول صدام حسين والسلام على من اتبع الهدى. يعني تكفير لصدام حسين علني. يعني فالحرب العراقيه الايرانيه بدات يوم 4/9، هذا ثابت حتى بالامم المتحده، انه ايران هي من بدا الاحتلال العدوان، والعراق رد عليهم يوم 22/9. هاي مساله استاذ عمر. فإذا يجب على إيران هي من تعوض الخسائر التي سببتها في الثمانينات طيلة حرب الثماني سنوات مع العراق. هذا واحد. ثاني شيء أستاذ عمر، يعني الصحف الأمريكية ودائما توزعوها ببرنامجكم هذا وقنواتكم وحتى على قناة الجزيرة، أنه ميزانية العراق الانفجارية بزمن المالكي بلغت إلى حد 600 أو 700 مليار. وين صارت أستاذ عمر؟ ثق بالله، أنا لست رجل إحصائي ولا خبير،
لكن الله انطانا عقل نفكه. هذه الميزانية كلها هربت إلى إيران، وكلها ذهبت إلى كسر العقوبات التي فرضها أوباما أول الأمر، ثم بعدين ألغاها بالاتفاق النووي. فتلك الفترة أيضا العملة الإيرانية تدهورت وتم كسرها من قبل الأموال والذهب العراقي عن طريق المالكي، صدر كل الثروة العراقية والخزينة إلى إيران، وثم بعد ذلك ذهبت إلى بشار عن شراء الأسلحة وإلى حزب الله وحتى الحوثيين. احنا نتذكر قبل 4 سنوات وفد حوثي اجى لبغداد وصارت اشاعات انه منطينا ما لا يقل عن 700 مليون دولار دعما للحوثيين. هذه مساله. ثالث شيء استاذ عمر، هذه الحقول اللي جات تسحبها ايران يوميه اللي على الحدود العراقيه ما بين العماره وما بين الشيب، هذه كلها حدود عراقيه جات تسحب نفطها ايران، والنفط يوميا ما لا يقل عن 100,000 برميل جات تسرق من عندنا ايران. زين هذا ايران ما حسبته من سنه 2003 هي تسرق بالنفط لحد الان، هذه ما حسبتها. فإيران هي المطلوبة. لكن أستاذ عمر الأدهى والأمر والذي يفيك دما أن بعض الأر محسوبين على البرلمان ومن العراقيين، لكن بالحقيقة هذول فرص، ما أقول العراقيين، يعني أمثال المقبور عبد العزيز الحكيم هذا الذي نادى بمنح إيران 200 مليار تعويضات، وبعدين ما عرف هذا العامري وغيره وغيره. فهؤلاء أستاذ عمر سوف يبيعون العراق بلا شك. وأنا يمكن قلت لك في اتصال سابق انه العمله الفلوس العراقيه والخزينه العراقيه والثروه العراقيه ستذهب الى ايران. وبعلم امريكا استاذ عمر امريكا لو جاده في الحصار على ايران كان خلت جيش امريكي على النقاط الحدوديه بينه وبين ايران تمنع خروج اي شيء من العمله ومن الذهب وغير ذلك. لكن امريكا تريد تخدع دول الخليج انه احنا اتخذنا خطوات تجاه ايران واحنا نحن معكم، لكن في نفس الوقت خلوا رئه ومتنفس لايران هو العراق. سوف تهرب جميع الاموال العراقيه، هذا نداء للشعب العراقي، إذا بهم خير وهم وعدهم ذرة حلم ويثرون على هذا النظام العميل الخان الكفر القابعين في المنطقة الخضراء. كل فلوسكم راح تروح لإيران والله العظيم، الذهب والفضة. والآن سأسأل أحد الخبراء الاقتصاديين قال إيران سوف تطبع عملة مزورة من الفئات العليا حتى تشتري بها الذهب والفضة والدولار من العراق وتهربها إلى إيران كسرا للحصار. وبعلم أمريكا كل ما يقول لك أمريكا ما تبغي سان عمر قل أنت كلامك غير صحيح، هذا كل الافعال كلها بعلم امريكا. امريكا تريد تحطيم العراق وتريد تحطيم الخليج وتريد تحطيم السنه في كل مكان، والشعب العراقي عموما، ما اقول بس السنه، الشعب العراقي تريد تحطيم هذا البلد الغني. اما ايران فهي قدمت خدمات لامريكا ولاسرائيل والله تحلم بها، فما ممكن امريكا تدمر ايران. ولا اما بالنسبه للطغمه الحاكمه في ايران، هؤلاء والله لا يحبون الشعب الايراني كحال اذابهم في بغداد. يعني هل تعتقد ان الحكومه الان موجوده التي تحكم العراق هي تحب الشعب العراقي ولا توفر له قطره مي حلو؟ كذلك ايران اسيادهم هؤلاء قمعوا الشعب الايراني، اعدامات مستمره، قتل مستمر، اضطهاد مستمر، وسلب للثروه الايرانيه. حتى لو يصير التومان ال 100 دولار يصير مو بمليون، يصير مليون التومان، والله ما يهمه لا روحاني ولا خاتمي ولا اسخام. هؤلاء كلهم كفره مجرمون ينفذون الاجنده الصهيونيه الامريكيه استاذ عمر. فالشعب العراقي مسكين، الشعب العراقي تعود على السكوت، ساكتين مسلمية وسلمية، ماكو سلمية والله العظيم. إن لم يرفع السيف على هذه الطغمة بالله العظيم سوف يذهب كل أو سيذهب كل خير العراق إلى إيران. إيران تعتبر العراق ضيعة، يعني الآن يقول الطالب يعوضونه ب 1100 وما أدري قد مليار تريليون دولار حضرته. وهذه المتحدثة باسم العمائم الكفرة في إيران هم كررت التصريح، وهذا تصريح خطير لأنها تعتبر أعلى متحدث لحد الان في ايران يتحدث بهذا المنطق، يعني متحدث باسم الحكومه الايرانيه. فاذا الموضوع مطروح فعلا، يعني الموضوع مطروح وهم يفكرون به ويدرون هؤلاء الذين هم في بغداد الان الكفره المجرمين يحققون ويلبون لهم كل شيء مطالب مقابل البقاء في السلطه. والله استاذ عمر اسمح لي بهذه العباره معذره. نعم. اعتدوا على اعراضهم والله لن يرفضوا هؤلاء الموجودين الان في بغداد، لو اعتدوا على اعراضهم ايران فلن يرفضوا ذلك. كل ذلك من اجل البقاء في السلطه، هؤلاء عبيد السلطه وعبيد المال، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم، الغريري من بغداد كان معنا. معنا اتصال ابو علي من الانبار، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعك، تفضل. شلونك يا اهلا بيك، حياك الله. كل برنامج تحيات لكل شرفاء العراق من الشمال الى الجنوب. حياك الله يا اهل العراق. تحيه كل عراقي شريف. حياك الله ابو علي.
والله يا اخي نحكي لك بلانا ودمارنا كله من وراء ايران والميليشيات الايرانيه واللي صار بهالبلد من 2003 لحد الان كله وراء ايران والمحممين، بس ان شاء الله صار بالبلد وصار بينا ان شاء الله تندار عليهم. ابو علي اسمعني من التلفون، اترك التلفزيون الله يخليك. العراقيين يحبون يسمعون صوتهم بالتلفزيون. ابو علي تسمعني؟ وياك. اترك التلفزيون نصي الله يخليك. اسمعني مباشرة، صوتك نعم. واضح وطالع على الشاشة. نعم. زين ابو علي برأيك ليش هسه ايران الطالب العراق بدفع التعويضات؟ والله يا اخي كلها مؤامرة، كلها مؤامرة وكلها خطة من ايران ويعني صار بالبلد وهجموه ودمروه وهم يدورون تعويضات. يعني ولكم تسوت في 2003 بلعنا كله من وراكم، يعني هسه المفروض العراق هو يطالبهم بتعويضات الجرع على العراق من 2003، هو العراق يطالبهم مو هم حشاك السفله اللي قاعدين بايران يطالبون. وشوف الظلم اللي يصير مثل ما يصير على ابن الجنوب ترى يصير على ابن الغربيه، وصار على ابن الغربيه صار على الجنوب. ولا العراقيين هم من 2003 ما حد يعرف هذا شنو هذا، يعني كلهم كانوا عائله بيت واحده. نعم. بس وجاء يعني دمروا هسه بالجنوب، افتنوهم، افتنوا الدول المحافظات الغربيه، نشروا الفساد، المخدرات ترى مو بس بالجنوب منتشره، حتى ابشرك بالانبار والمحافظه الغربيه كلها منتشره المخدرات والكبسله والظلم. نعم. يعني الظلم صار على هالبلد ما صار ابد ما صار. زين ابو علي، ابو علي يعني من ما سمعنا بيان من الحكومه، هي التصريحات صار لها 3 أيام 4 طلعت من الإيرانيين. نعم. ما سمعنا المتحدث الرسمي باسم حكومة حيدر العبادي أو حيدر العبادي طلع لنا ببيان ندد بهذه المطالبة بالتعويضات. ما يقولون أبو يعني هم من خلاهم، من اللي جابهم لهالبلد، من اللي خلاهم يهجمون هالبلد غير إيران؟ نعم. فهم أصدقائهم المدللين شلون يبطون بإيران؟ بس ان شاء الله الجرع على العراق ومن الشمال للجنوب على الناس الفقراء ان شاء الله كلها مردوده عليهم وراح باذن الله تجرى عليهم. الشيء صار بهالبلد هذا بيت هجموه وافتنوه وهجروه وديحوا عوائلهم واذوهم، ان شاء الله افترت الدائره عليهم باذن الله، باذن الله واهل البيت باذن الله. نعم. ابو علي من الانبار اني اشكرك. طبعا النائب فائق الشيخ علي قال بأن على إيران أن تدفع للعراق تعويضات عن مقتل 1,000,000 عراقي بسبب إدخالها تنظيم القاعدة كما قال إلى العراق بحجة محاربة الاحتلال الأمريكي، كما أنها في رأي محللين تتحمل المسؤولية مع أمريكا عن إرسال الأسس الطائفية التي دمرت هذه بحسب يعني ما أشارت إليه دراسة التي دمرت العراق وأدخلته إلى نفق مظلم من الفساد والصراعات السياسية. طبعا الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم الاقتصادية كشفت عن تورط شخصيات سياسية عراقية متنفذة بتهريب العملة الصعبة إلى إيران، ومؤكدة بأن العامل السياسي والتعاطف مع إيران أدى إلى التعتيم الإعلامي على تهريب العملة. حذرت سميسم من خطوة ذهاب أصحاب رؤوس الأموال إلى إيران لشراء ممتلكات بسبب انخفاض الأسعار، لأن لديها أو لأن لها أضرار كبيرة على العراق في تحويل الأصول المالية إلى طهران. أشارت إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران ستجعل العراق سوقا مفتوحا أمام الاقتصاد الإيراني، ما يمكن أو يمكن العراق في من الاستفادة من تلك العقوبات واستخدامها ورقة ضغط على الجانب الإيراني للحصول على عدة مكاسب بحسب وصفها. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نعم.
مشاهدينا الكرام، تعرض بث قناتنا إلى تشويش، وقامت شركة نايل سات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي. ولمشاهدينا الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي. اهلا بكم جديدا اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو ياسين من بغداد، تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين ولا كل مواطن شريف. اخي المفروض ايران ما تدعي العراق، الداعي امريكا واسرائيل وفرنسا بالخسائر، لان هم من دفعوا الخميني المقبور للحرب على العراق العظيم، وقاموا يعيدون بالعراق، لان الخميني عرف يقول لك انا وراي امريكا واسرائيل وفرنسا، يعني انا اريد العراق. والخميني يقول احنا نريد بغداد وديالى وكربلاء، ونريد تحرير الحسين من الكفره، احنا صرنا كفره العراقيين، ونريد شط العرب وصدام حسين الله يرحمه، وكل العالم تدري الوطنيين او غيرهم. راح زياره لايران بس راد يلين القلوب، والخميني ظل مصر على اقواله المسيئه ضد العراق، وضرب السفاره العراقيه في لبنان، وضرب الجامعه المستنصريه وسينما النصر، ورادوا يختارون الله يرحمه طارق عزيز. اخي هذا الدرس ما الحرب القادسيه ايران ما تنسى، لان هم اللي عالوا بالعراق والعراق انتصر عليهم، ايران فشلت بين الدول العربيه والاجنبيه. اخي هم قبل هذول اللي يحكمونا هسه، هم مو قالوا على العراقيين احنا العدو، هذا العامري وهذا عبد العزيز الحكيم، مو كان يعذب بالإسرة، مو هذول ما يريدون العراق يرتاح. وهذا عندك مقتدى، مو عنده شعبية هواية، يلا اضبط البلد. بس أخي والله ما بهم خير، وهم يداعون بالخسائر. أنتم صار لكم 15 سنة تبقون بالعراق، ما خليتوا بي شيء. يعني إذا صدق تطلبون العراق، أنتم أخذتوا حقكم 1000 مرة بعد فوق. وأنا أشكرك أخوي. شكرا أبو ياسين من بغداد كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أخ عمر: الأمم المتحدة طالبت وقف أطلاق النار بعد أسبوع من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، العراق وافق فورا، أما الخميني فقد رفض، واستمرت الحرب لثماني سنوات. إذن من يتحمل تبعات الحرب؟ ولكن إذا أكو حكومة شريفة تدافع عن العراق كما قال. رسالة أخرى يقول: لقد أصبح العراق والشام مرتعا وأرضا خصبة لكل العصابات الإجرامية في الأرض التي أهلكت وما زالت الحرث والنسل واستباحت الأرض والعرض. لن تتمكن الأمة من التصدي لقطاع الطرق والمجرمين هؤلاء إلا بالعمل مع أولي العزم والهمة ذوي الشجاعة والرجولة والنخوة الذين ضربوا وما زالوا بيد الحديد على رقاب هؤلاء المجرمين. أبو قاسم من فلسطين. رسالة أخرى يقول: هناك مشكلة في فتح الرسائل. نعم، معنا اتصال أبو محمد من الموصل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ حياك الله يا أهلا بك أستاذ. والله بالنسبة لنا الموصل، انت ما تعطي عين بنوبة، والله العظيم اخي اقسم لك بالله العظيم، الاحتغالات دق من ناس الميليشيات زي العسكري كله لابسين. ها وين امن الوطني عندك هسه؟ امن الوطني عندهم كله حشد، كلهم جماعة الحشد، بس شنو زي عسكري. ماكو قانون اخي، قانون ماكو، والناس جوا ترى ولدها راعت ما حد جاي داعي بيها، يعني يروح يطالب بابنه يقولوا له 11، واحد يطخ له واحد يقول 11، ما حد يقدر يفك حلقه ابد نهائيا بنوبه. يعني خلي الدول تجي تشوف، خلي العالم تجي صليب الاحمر، خلي العالم تعترف تشوف على العالم، ترى العالم انتهت والله انتهت. نعم، يعني هل الاعتقالات تستند على المخبر السري؟ شو يريدون من الناس من يعتقلوهم؟ باسم المخبر السري، مخبر السري بس الشيء يعني، بس المهم يجيبونهم عدد، المهم انه سني، انا اقول لك هذا يعني الخط الاحمر، المهم انه سني يجيبوه.
يعني بس اعتقالات عشوائية. والله العظيم لولا تعرف ايش قاعد ياخذون الناس والله يعني بس شنو اعلام ماكو اعلام ماكو لولا بس انتم تدرون صار كذا بقول عليكم بس تحصلكم لا افهمكم السالفه واقول لكم يعني نعم ايه ويعني اعتقالات يعني شيء ما يتصور العقل يعني لو تعرف التلفزيون شاركوا فيها والله العظيم ليش على راسي قف شوف الله عز وجل ايش راح يسوي يعني كل شيء ولا الظلم وهي القديمه ترى لحد الان الجثث جوا الانقاض ما حد يدعي بها ولا حد يقول الحكومه ساكته المالكي الرواس مثل ما قالوا خلونا نقول بيد ايران حكومه ايرانيه ما تقدر تحقق كل شيء ابد نعم لا خدمات البيوت مبلشه العالم عطاله بطاله ما حد يقدر يفك الشرطه كلها ايرانيه صرت تعال شوف وين من تروح صرت الخميني معلقه وصرت هذه العامري وين من تروح نعم زين ابو محمد معروف الميليشيات اللي تعتقل شباب الموصل استاذي والله اقسم لك بالله العظيم كله زي عسكري لابسين نعم ما حد يقدر يفك حلقه اخي اللي يروح يطالب بي اللي طالب بي هم همين قبل يروح يلفونه يقولوا لك ابنه داعش وشنو ياخذون رشوه قبل يقول له والله ابنك تروح دائما لو مؤبد تدفع 30 ورقه 50 ورقه يعني ما اقدر اقول لك ساسه انا هم شويه تعرف تخاف على الموقع احنا بدون شيء مكان تدري شلون قبل فتره اخذوا ابن عمي والله العظيم فلا هالدول اخذوا منه دفتر نعم اختفوا خطف حارته شويه زينه ماديه طفوا خطف الا الدفتر ذا حدوه. نعم. والناس كلها هسه الناس على الواي يجي الاعلام ويصور ويشوف بس يشوف داخل الموصل شوف شاكو بالموصل انا من الموصل وجاي احاكيك. نعم. الله يشهد انا ما اقول لك. ديال والعالم جاي ياخذونه بلا سبب يعني ايش بس لانه تهمه كذا قبل اربع ارهاب هسه لا 11 صار. ومؤمنين اخوي جزاكم الله خير. جزاك الله يعينكم ويفرج عنكم ابو محمد من الموصل كان معنا اتصال. ابو ناصر من تركيا تفضل ابو ناصر السلام عليكم استاذ عمر وعليكم السلام ورحمه الله تحيات حضرتك وقناه الرافدين يعني انا بس استاذ عمر اريد اقول خلي ايران وملالي ايران يشوفون نتيجه تدخلهم بالدول العربيه والاسلاميه وصرف هاي المبالغ الضخمه لتفرقه الشعوب بهاي الدول وزرع الطائفيه بين شعوبها واستغلالهم واضطهادهم يعني وهذا الشيء يعني هاي مطالبات ايران استاذ عمر سبقها مطالبه من المقبور عبد العزيز الحكيم من طالب بدفع تعويضات لايران بالايام الاولى طبعا اللي دخل بها للعراق من كان قادم من بلد اسياده والله العظيم انا شخصيا شفت لافتات بشوارع بغداد وبالاخص بالمناطق الشيعيه تطالب الناس بان يأيدون هاي الفكره مع العلم ماكو قرار صدر من مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار بين العراق وايران الا ووافق عليه العراق ورفض المقبور الخميني. بعدين هو منو بدا بالتفجيرات بشارع فلسطين والجامعه المستنصريه وبتشييع اللي راحوا ضحيه هاي التفجيرات. وليش ايران هسه بالذات تطالب بهذا التعويض؟ طبعا بدات تاثيرات العقوبات الامريكيه ومثل ما يقول المثل قاموا يدورون دفاتر عتق. لكن ليش ملالي ايران قلقين؟ إذا أذيالهم اللي موجودين بالعراق موجودين ما راح يخلوهم يشعرون بنقص بالدولار وراح نشوف شلون راح توصلهم ملايين الدولارات عن طريق المنافذ الحدودية البرية وآخر ما وصلنا من إيران ويمكن شافوه هواية ناس من الشعب العراقي على اليوتيوب هو خبز محشب عملة عراقية مزورة فئة 5 و10 و25 ألف دينار وياها حبوب مخدرة ويريدون يشترون بهاي العملة المزورة الدولارات والذهب من العراق وطبعا هاي الأموال العراقية المزورة بتشفوها بالمنفذ العراقي وما شفنا واحد من المسؤولين صرح بشيء عن هاي العملة المزورة اللي دخلت وكأنه الأمر ما يعنيهم وهسه نشوف أكثر المسؤولين يدافعون عن إيران ويستنكرون الحصار الأمريكي عليهم ومع العلم هم نفسهم كانوا يحرضون على الحصار على شعب العراق والله راح يبقون أذيال الإيران وعدهم استعداد كل شعبهم يجوع ويدور بالحاويات عن الاكل بس المهم تكون ايران راضيه عنهم. نعم. والله احنا يعني انا شخصيا قلتها واعيدها مره ثانيه هاي الزمره المجرمه اللي سلطت على رقابنا عندهم اهم شيء رضا ايران. يعني المهم يرضون ايران عنهم ويقوون اقتصادهم لكن هيهات ومثل ما قال احد ابو ناصر نعم يعني البنك المركزي وجه إلى كافة المصارف العراقية بعدم التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية يقدرون الجماعة ما يتعاملون مع إيران برأيك؟ لا مستحيل أستاذ عمر هو الموجودين كلهم تابعين لإيران ومن يطلع العبادي ويصرح ويقول إحنا راح نلتزم بالعقوبات هذا كله كذب
مستحيل يسوون شيء يضر إيران. أنا قلت لحضرتك يعني عندهم استعداد يجوعون كل شعبهم في سبيل يقوون اقتصاد إيران وما يخلوهم يحسون بنقص. هذا هاي الزمرة اللي سلطت علينا. يعني بس أقول اللهم عليك بإيران وملالي إيران وكل من يأيدهم أو يساندهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الزمرة الفاسدة اللي دمرت الشعب ودمرت الوطن وسلمت الوطن كله الإيران على طبق من ذهب. لكن أيامهم إن شاء الله قريبة وما راح تدوم لهم، ولو دامت الأحد كان ما وصلتهم. وأنا جدا أشكرك. شكرا أبو ناصر من تركيا. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة أنا بسأل سؤال، هو منو دخل إيران إلى العراق؟ هي الحكومة. ألو تسمعني؟ أسمع شو مزهر أسمعش. هي الحكومة منو دخل إيران إلى العراق؟ هو أمريكا دخلتها وانطتها كل الامتيازات أن تهدم العراق. وإذا أكو هسه إذا يقول لهم راح يفرضون الحصار على إيران فهذا كله كذب، هذا كله إعلام للدول والعالم كله. فهم مصلحتهم واحدة، إيران وأمريكا وإسرائيل هي مصلحتها واحدة. وأما الحفالات الموجودة عندنا من العبادي وإلى المالكي إلى الخزعلي إلى هادي العامري إلى آخر المؤمنين، إذا كلهم تبعية إلى إيران، كلهم تبعية إلى إيران. وهاي حكومتنا من 2003 إلى هسه هي تبعية إيرانية. فهم أموال الدولة وفلوس الدولة وكل إمارات الدولة هي راحت إلى إيران مقدما. فهي شنو بقى بالعراق؟ بقى شو يسوون؟ هو إيش راح يسوون بعد بالعراق أكثر من هذا؟ إذا ما إحنا عدة مرات نقول إذا ما ننهي هاي الحكومة ما يصلح العراق، ما ينصلح العراق، ما تبقى من العراق، ما نقول العراق وما تبقى منه إذا ما يجتمعون الجنوب والوسط وبغداد والشمال ويكونون أيدي واحدة ويزيحون هاي الحكومة المجرمة الإيرانية. فإحنا ما يصير لنا أي شارة ولا رح يصير لنا أي شارة، رح نبقى رح هم يتقاسمون الحكم بيناتهم ورح يصير الأمر أمرين بعد. أما هذا العبا المالكي فهو جاسوس، مو جاسوس، يشتغل بالسفارة الإيرانية هناك يشتغل، هو من أول من زمان هو يشتغل ويا إيران ويا إسرائيل. فهم هاي العمالات إذا ما تزيح من العراق فإحنا نبقى بهالمستوى وأنقص من هذا المستوى. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول السلام عليكم أستاذ عمر، إذا إيران تطالب العراق بدفع تعويضات، يقول إحنا هم نطالب بتعويضات فدية مليون شخص عراقي راحوا من الحرب، ونطالب بتعويض دمار الميليشيات الوقحة وكذلك جفاف الأنهار، بس عمي إحنا بلد دولته فاشلة كما يقول. رسالة أخرى يقول، نفتح الرسالة، هناك مشكلة في فتحة الآن فتحت. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، أرجو من حضراتكم ومن قناتكم الموقرة، أني شاب من البصرة لا شغل ولا عمل، عطال بطال، نترجى من الحكومة أن تصدر كتاب بالعفو العام على الجيش والهاربين والمفصوح عقودهم، نريد نرجع، ترى والله ملينا، شلون ننتحر؟ أنا متزوج وعندي جهال ولا شغل ولا عمل، وأرجو من حضراتكم وقناتكم الشريفة أن توصل أصواتنا عبر القناة، وشكرا جزيلا. رسالة أخرى يقول، خلونا شوي ونرجع للرسائل بس نحل المشكلة التقنية في الواتساب. النائب فائق الشيخ علي لفت إلى أن تلك الكوارث التي ما زال يعانيها العراق راح ضحيتها أغلبية الشيعة كما قال، وأكد بأن إيران لا تحب الشيعة العراق ولا غيرهم في المنطقة وهي تقوم بقتلهم. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي.
السلام عليكم عمي، الله يسعدكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. الله يسعد في ميزان حسناتكم. يا اهلا بك يا استاذ. انا واي احاول اتصل بالاخير الحمد لله. نعم. استاذ عمر، نعم، هاي الحكومه هاي لا نعتبرها عراقيه، اعتبرها ايرانيه. بالاوائل الاخيره لما كانت مظاهرات في ايران، بعض الفصائل ودت رسل الى الحكومه الايرانيه، احنا عندنا استعداد نوقف الى جنكم ونقتل الايراني. اذن من صار حصار على العراق، هم كانوا يتوسلون بالامريكان وبقياده الشلبي وهذا مجيد الخوئي، وصلهم دول الربع. ما يفكرون بالعراق ابدا ولا يهمهم. وشوف من صار الحصار على العراق، هم اليد الطولة لهم بالحصار واستمرار الحصار على العراقيين اكثر من الامريكا، وما حد حكى ولا واحد قال. هسه من صار الحصار احنا ندير الحصار اليد كل شعوب العالم، لا انقلبت بالعكس. وهذا المقبور الحكيم عبد العزيز الحكيمة اللي يسمونه عزيز العراق وغيره، اول من صرح وقال احنا لازم نمطي خسائر ايران للعراق، اذا نعم تتذكروها لما كان بمجلس الحكم. نعم. وهسه شوف الحكيم، مستشفى الحكيم، شارع الحكيم، ما اعرف شنو. وبعدين هم ايران هي سمعتها، ومو مساله محتاجه ما محتاجه، هي محتاجه بس هي ورقه ضارب. وصرحوا الايرانيين مثل معصومه ابتكار وهذا اعضاء مجلس الشورى، والصحف الايرانيه قاعد تكتب يقولون هي هاي الامتازات للحكومه. يا حتى العبايد احنا وقفنا الى جانب، المفروض توقف الى جانبه. يعني شلون احنا نصير ضد امريكا تعرف ايران؟ يعني شلون؟ يعني بس هي اللي كونها شيعيه، يعني شلون اللي كونها شيعيه احنا لازم شيعيه لازم نضحي. وبعدين انا هسه كشيعي انا اقول يا جماعه الخير شيعي، شنو دواعي الفخر هاي الحكومة العراقية أو الإيرانية؟ شنو دواعي الفخر اللي أنا أفتخر بها السود؟ أمي ما عندي أشرب، شنو هي؟ لأن هار قطعتها وأنا أتبع على أخوتنا وعزانا اللي بالبصرة يقولون مي مالح مي مالح، خلي يقولون منين شلون صار مالح؟ زين هور العظيم اللي محسومة ابتكار تريد 11 مليار، منو جفف هور العظيم وشلون احترق؟ زين؟ احنا ليش ما نحكي على شوفوا شو حتى الفضائيات ما اكثر بعض الفضائيات مجرمه حق الشعب العراقي. نعم. المواد المخدره شو يقولون من دوله مجاوره او دول الجوار ويخبطوها، يقدر واحد يتجرا اليوم يقول هاي الحبوب وهاي المواد المخدره اللي قاعد تجي من ايران ما حد يحكي ابدا وكانما احنا تبع. يا حوش هسه انا شو اقول؟ مبارك علينا احنا حقبه وشفنا الحكم الشيعي شنو الحمد لله. احنا ما بدنا واحد يكتب ولا يتاذى، هاي همته ما حاكمين. كان قالوا احنا مظلومين، هم محكومين يبكون يحكمون يبكون. هسه شلون حكمتوا؟ ايش سوينا هسه؟ ابن كربلاء مرتاح، ابن النجف مرتاح، ابن العماره مرتاح. اشوف هسه ما ادري ايش حكي هسه واحد عيب. وانا اشكرك والله يطول في عمركم عليكم عمي. شكرا أبو علي من كربلاء. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يوم أمس كذلك وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني في إحدى المقابلات التلفزيونية تحدث بهذا الأمر، أمر التعويضات التي طالبت بها أطراف إيرانية. قال بأنه تعدي على السيادة في العراق. طبعا هذا تصريح جواد البولاني كذلك يعني أثار الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. اخترنا بعض هذه التعليقات
مثلا احمد بابان يقول لا تتباكون على العراق ما دام ايران عندها موطئ قدم في العراق، فالتعويضات تاخذها من العراق بكل تاكيد، لان تعرف كل الزيان الشخصيات الحاكمه في العراق منحازه لها، فعليها العراق مقدم الى خراب ودمار، ولا تعيرون لاقوال المسؤولين شيء. حسام الموسوي يقول تعرفون ليش هاي تكلمت هالكلام؟ لان تعرف وتدري اللي لازمين العراق ما بهم حظ ومو اصحاب قياده وسلطه، فحقها من تتكلم هالكلام هذا، ولو تشوف احد يرد عليها كان ما طلبت هالطلبات هاي. مع الاسف حكومه عراقيه، لكن الاكثر ميلانهم الى ايران. وليد العبيدي بتعليق يقول ليش هي وين السياده؟ ليش العراق مو محافظه ايرانيه؟ وواضع علامات استفهام. عمر عبد يقول انتم ليش انتم خليتوا السياده؟ اخر يقول هذول ايران نسوا منو العراق. معلق اخر داود يقول هاي عجيبه وغريبه، ليش اكو سياده بالعراق كذلك؟ حاتم الجناب يقول يقدر يحكي يعني غير يذبحه. يقول أحمد عبد الله يقول يبدو أنها مليوصة. نعم، حاتم الجنابي يقول يقدر يحكي عدناها هاي. آخر يقول ليش أنتوا خليتوا السيادة لي العراق. رائد المشايخي يقول لعد شقد ناهبين ذولا بصاية المعممين. نعم، معنا اتصال أبو قحطان من الرمالي. تفضل أبو قحطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا رحمة عليك دولة جماعة الرزانة، شو بعض فانتا ما حد يجي طاري. نعم. أنا فارغة مايك راح يصير من يوم 22/2016. نعم. دائما نتحدث عنهم أبو قحطان، دائما نتحدث عنهم في البرنامج وفي النشرات. نعم. نعم. جهاد العامري هنا للرمادي وقدمنا طلبات على اساس وخير وخير وخش ما في. نعم. وين نطوجونا؟ وين نروح؟ حلالنا راح الدمار، هالبلد هذا والله ما ادري شو راح يصير فيه سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني دمرونا، انا ولدي سبعه اللي حارونا، اللي ظل هنا الحصار والله شو تسوي ظليت فيها داخل. نعم. وبيد اهل السنه، اهل السنه هم ذبحونا، هم ذبحونا والله هم ذبحونا. يعني بيهم يدعون بيوتهم ما قعدوا بيوتهم كل شيء ما فيه. هذا ظلم لا مو ظلم. لا حول ولا قوة الا بالله. مو تقول يعني عادي ضباط. نعم. زين ابو قحطان، نواب محافظة الانبار ما واجهتوهم؟ ما حكيتوا وياهم؟ حكي انا وياهم، كل واحد له دوله، والله كل واحد له دوله. نعم. شو يردون عليكم؟ من قرايدي المصيب. نعم. شو يقولون؟ شو يردون؟ ما بيدهم شيء؟ ما يقدرون؟ شيء يقول لك شو يسوون والله؟ ليش ظلت ويا داعش؟ الظاهر ما يريدون الناس تسولف فيه. يقول لي أنا بقيت غير أنا محاصر، ما أقدر أطلع، لا داعش يخليني أطلع ولا الحكومة بوقتها تخليني أطلع. داعش يخلي الزلمة يطلع والمرأة ما يخليها، ويا هو اللي يصير عند الغيرة يعيف مرته ويطلع. نعم. الله يعينكم أبو قحطان، الله يعينكم ويفرج عنكم إن شاء الله. أشكرك أبو قحطان من الأنبار كان معنا. رسالة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على إيران وعملائها، ما كفاهم من 2003 إلى غاية الآن، سرقوا خيرات العراق من النفط والذهب من البنك المركزي العراقي بفضل السياسيين الخونة كما قال، وهدموا البنى التحتية، والآن نريد تعويض عن شهدائنا في الحرب معها. أما شهداء الطائفية التي أشعلت فتنتها، نسأل الله أن يضرب الظالمين بالظالمين. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وللعراقيين الشرفاء. أهلا وسهلا بك. أستاذ صباح عبد اللطيف هميم رئيس الوقف السني،
يقول انه يعلن بصراحه عدم موافقته على فرض العقوبات الامريكيه على ايران. يعني شوف انه هذا رئيس الوقف السني خلوا على الحكومه خلت انه يعلن بصراحه عدم موافقته على اعلان عدم الموافقه على العقوبات الايرانيه. زين ليش ما صرحوا السياسيين كلهم ساكتين؟ ليش ما صرحوا انه اخذوا جانب الصمت؟ وليش؟ لانهم ما يخافون من امريكا. زين اذا هم السياسيين هم خايفين على ايران وهم اكثر خوالهم من ايرانيين، ليش ما يروحون يعيشون في ايران؟ الحكومه العراقيه شايله هم ايران وهم الحكومه الايرانيه، ولكن ما شايلين هم العراقيين. زين العراقيين راحوا ودمروا. بعدين استاذ عندنا نقطه مهمه، هسه التظاهرات اللي موجوده في المناطق الوسطى والجنوبيه من العراق، هسه الموقف خطير جدا بالنسبه للمظاهرات. الكفه الحقيقيه للمظاهرات هسه في صالح المتظاهرين، لان الحكومه هسه منشغله بالانتخابات ومنشغله ويا نكبه ايران، فالكفه الثانيه. فاحنا نريد من المتظاهرين دعوه كل الشعب العراقي في أطيافه السني والشيعي انه ينزل الى الساحه حتى يقرر مصير العراق. لا. لان العراق اذا ما يقرر مصيره بهاي المرحله ترى احنا منتهين، العراقيين منتهين، لان عندنا حكومه ايرانيه وحكومه عراقيه وواحد يشيل الثاني. العراقيين انتهوا اذا احنا ما ناخذ موقف يعني ايجابي للعراقيين. نعم. استاذ احنا لازم نريد يعني نتفاعل مع العقوبات اللي مفروضه على ايران، لان ايران هي من فعلت سد الوحد. نعم ام عبد الله، يعني للاسف انتهى وقت البرنامج. ام عبد الله من بغداد كانت معنا، شكرا لك. اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.